معنا سي طيب بكوشة من عام حركة نداء تونس. مرحبا بك سي طيب. مرحبا سي طيب، بون من نبرة صوتك يظهر لي يا متاعب ولا ديجا فاهمين شنو الكلام اللي تنجم تقوله. هل وصلتك أخبار الأحداث اللي عرفتها السفارة الأمريكية اليوم في تونس وما جوارها؟ من خلال وسائل الإعلام كما إذاعتكم. واضح، وهي أحداث خطيرة خطيرة جدا. والشيء اللي يلفت الانتباه ويتكرر مع الأسف في العالم العربي الإسلامي هو أنه يكفي أنه أقل إنسان مغمور، يعني فنان رديء أو يعني يعمل حاجة، احنا ردوا بانفعال وتشعل العالم العربي والإسلامي كله يشعل، ويمشيوا عشرات الضحايا في هذه الأحداث. ونتصور أنه اللي يعملوا هالعمايل هذه ويمسوا بصورة الرسول أو بأي شيء من المقدسات، احنا نردوا بانفعال ونعطيه صورة اللي هي ما هيش دائما مع الأسف إيجابية. فأنه الإنسان يغضب، أنه ناس يردوا الفعل طريقة يلزم تكون طريقة حاضرية، ما نعطيهوش صورة مشوهة، ما نعطيهوش صورة نتاع تعصب، ما نعطيهوش صورة نتاع عنف، لأن وقتها كأننا نصدقوا الشيء الصورة اللي يحبوا هما يصورونا بها. فأنه يقع احتجاج، أنه وقفة سلمية بكل تحضر، هذه الصورة اللي لازم نعطيها على علينا، وهذه الصورة نعطيها على ديننا، وهذه الصورة نعطيها على شعوبنا، مش العنف والتعصب والحرق واعتداء على صحافي أو على إنسان ما عنده حتى علاقة بهذا ويموتوا ناس منا. علاش هذا الكل؟ ما يقعش هذا، ما يلزمش يقع. الصورة هذه صورة أنا نعتبرها مع الأسف سلبية، وأنا استغربت، ما زلت مستغرب نقطة استفهام، يعني كيفاش يعني أجهزة الأمن وكيفاش يعني السلطات التونسية اللي هي على علم وخذت الاحتياطات من قبل، وأنه يقع هذا أنا مش فاهمه، مانيش فاهمه مستغربه. لأول مرة يقع في تونس، لأول مرة يقع في تونس بهالشكل هذا، ونعطيه صورة ألا تعطي فرصة للتدخل الأجنبي، تعطي فرصة لتشويهنا، وبينما تونس كانت دائما محل احترام في هذا حتى وقت الوقع في 67. معناها كانت وقفة من الدولة التونسية حازمة، وجعلت تونس محترمة موقفها، ثم ردة فعل ثم غضب لكن في حدود. ما أن يقع مثل هذا ويطيحوا ضحايا، معناها مهما كان يعني مجاريح وحالة وصورة معناها تعيسة، والعالم يصور ويقدم لنا فيها الصورة هذه حقيقة والله شيء مؤلم 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 جدا. ونتأسف أن السلطات ما عرفتش كيف تعمل مع الحدث. شو معناها السلطات ما عرفتش كيفاش تعمل؟ معناتها كي تقول يعني السلطات ما عرفتش الاحتياطات اللازمه باش ما تخليناش نظهروا في المظهر هذا المزري. ثم احتياطات لازم تقع. واضح. ديجا يظهر لي في النقطة هذيا من عشرتي كان سمعت سيد راشد غنوش يتكلم قبيلي كذا شوية. لا ما سمعتوش مع الأسف، لأني كنت في السيارة. دونك قال نفس التعليق هذا، قال انا نقعد باهت، معناتها كيفاش وصلنا لحاله كيما هكاش، معناتها الامور ما تنظمتش من الاول، كنا نعرفوا انه ممكن تصير اشياء من النوع هذايا، علاش ما كانوش فما دي باغاج في الطريق، تسكروا طرقات الى اخره. الممثلين نتاعو في الحكومه يستغرب حقه، هو على علم يعرف، هو ينجم مصادره مباشره. يسال وزير الداخليه، يسال يعني هو مصادر معلومات مباشرة، ما نظنش كان شي يخبيو عليه هو. كيفاش يستغرب بعد؟ احنا نستغرب لان ما عندناش مصدر مباشر للمعلومات. سي طيب بكوش، هذا بتبيع موقفك وموقف نداء تونس، حسب رايك معناتها الحاله هذه وين باش توصل؟ معناتها مش اول احداث تصير، صارت احداث كيما كي قبل، العباد ما تعاقبتش مهما كان لو كان والانتماءات العباد، مش نحكيو توا على عينه معينه ولا اون فيز بيرسون. وين ماشيين بالعنف هذايا؟ معناتها قبيلك قلت تعليق انا جاني على على الحيط نتاعي في الفيسبوك، كان شخص ما نجمش نسميه نحييه، هو كان يسمع فينا، مسؤول كبير في
في منظمة أعراف قال ديتا مسيو ديلو قالوا قال سي سامي ديلو سي ترو تار يحكي على التصريح اللي كان يمدنا به وقتها سي سامي ديلو على المباشر قالوا اوغفوار لي زيدي او لي انفستمون ديريكت اترانجي اليوم شنو حسب رايك تاثير الشيء اللي ريناه ممكن على الاقتصاد البلاد؟ تاثير سلبي جدا جدا جدا. هو مجرد انا باخر ب 650 سائح كان جاي دورت زاد يجيك سياح في وضع كما هذا وفي انفلاتات من نوع تظهر كان الدوله غايبه شكون باش يجيك باش يزيد يستثمر؟ ما يزيش معناها البطاله، ما يزيش معناها الاقتصاد في حاله ونزيدوا هذايا. ثم مسؤوليه ايضا في ترك العنف هذا يستشري في البلاد، واقل شيء احرق مركز امن، احرق كذا، شنو هي اللي قاعد تتحرق؟ ما هي مؤسسات دوله، ما هي مؤسسات شعب، ما هي ملك الشعب. كيفاش نخليوها الانفلاتات هذه؟ هذا معقول؟ يعني ثم صوره تتعطى كانه ما ثماش دوله. هذا خطير، وهذا مش جديد، معناها الانفلاتات هذه والعنف هذا. والشيء الاغرب انه ما راهوش معناها اي تتبع لها الناس هذول، يتشد منا يتسيب منا. يضرب يقتل يخرج بالسيوف ويخرج بالعصي وبالهيروات ويتعتديوا على النساء ويعتديوا على المواطنين ويعتديوا على السياح ويعتديوا على احنا مش هذا، ما عادش عاطي قيمة لهذا. فين نوصلوا هذا؟ فين مشين بهذا؟ فين باش نمشيو بهذا؟ شنو هي الصورة اللي باش نعطيو على البلاد؟ فين الدولة التونسية؟ فين الحضارة التونسية؟ فين الأخلاق التونسية اللي معروفين به؟ وجوستومون سي طيب بكوش يظهر لي الكل مسلمين، احنا هوني أغلبية التوانسة مسلمين، زعما أعطينا صورة صحيحة على ديننا بالردات الفعل هذه. وفما حتى شكون وصل به يقول أنه معناتها فما بعض الأشخاص بتصرفاتهم أكدوا الأشياء اللي جات في الفيلم، وهذا خطير. هو بالضبط طاحوا في الفخ، هو فخ اللي تعمل هذا وتوقيته في اظهاره الان، توقيته صدفه زعما 11 سبتمبر مش صدفه. مش صدفه يعني نطيحوا في الفخ هيك بهالسهوله هذيا. ثم ناس بطبيعه الحال ما تفكرش، ما تنظرش لبعيد، تنظر كان حسابات ضيقه قصيره، انا وما تنظرش مصلحه البلاد، ما تنظرش مصلحه الشعب. وضع وحسب رايك هذا يخدم مصلحه شكون سي طيب؟ والله ما يخدم كان مصالح اعداء الامه العربيه والاسلاميه. مراش يخدم مصلحه احد يعني، وحتى اللي يتظاهروا بانهم غير على الاسلام هم في الحقيقه قاعدين يخدموا ضد الاسلام. وبالنسبه ليك معناتها شنو الرساله اللي توصلها اليوم؟ كانت تحب تبيع توصل رساله للحكومه، حسب رايك شنو لازم يصير اليوم؟ معناتها فما شكون تكلموا بون على استقاله، حتى سراج دانوش عطى رايه في الموضوع قال لا ما نوصلوش اشياء كيما كي، ولكن سي فغي لازم تصير ديزونكيت ولازم نشوفوا كل واحد شنو هي مسؤولياته في اللي صار اليوم. ولكن انت شنو الكلمه اللي تتوجه بها للحكومه اليوم؟ اذا كانت الحكومه عاجزه على انها توضع حد للفوضى والعنف، والعنف اللي هو باسم السلفيه، وانا ما اعتقدش انه باسم السلفيه، وانه نخليه ناس عصابات اجراميه تعتدي على المواطنين وتعتدي على الاحزاب الاخرى وتعتدي على الحقوقيين وتعتدي على الاعلاميين بدون اي عقاب، فهذا اما استقاله او طوارئ. ما يجبش الانسان يأول تأويل، اما استقالة او طوال. فاذا كان ثم عجز، عجز ضعف ونتيجته شنية؟ فخطير جدا هذا، مش مقبول، مش ممكن مقبول، مش ممكن يتواصل. واضح، ما تقول يا اما يستقيلوا والا يكونوا هما متواطئين معناتها مع العمليات هذه؟ انا نقول هذا هو اللي قلته، اما عجز او تواطؤ، اما عجز او تواطؤ. ما تنجمش تفسر حاجة هذه تو عندها اشهر تتواصل، اشهر عديدة، والاعتداءات يومية على المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وعلى المواطنين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمقرات تتحرق كل يوم. شنو هذا؟ في النشين هذا نهزوا في البلاد، شنو الحرب الأهلية؟ يوليوا المواطنين ما عادش عندهم ثقة في أجهزة الأمن، ما عندهمش ثقة في مؤسسات الدولة،
يولي يلوجوا كيفاش يحميوا انفسهم، معناها بانفسهم، هذا معقول نوصلوا للمستوى هذا؟ عمرها ولا تونس وصلت للانحدار هذا. كما مسؤوليات تحدد، الا ماهوش قادر يستقيل او يقال. معناتها واضح تحكي معناتها على حكومه ولا على شخص معين؟ قلت هذا مش قادر يستقيل. اي شخص، اي شخص. واضح جدا، واضح. اللي هو مش في مستوى المسؤوليه، ما يلزموش يبقى في المسؤوليه، اما يتحمل مسؤوليته كامله ولا مش ممكن باش يواصل. واضح جدا، واضح جدا سيد طيب بكوش. نشكرك، تحب خلي لك كلمه في النهايه من عشكا فما حاجه تخدم بها؟ والله معناها الانسان يتكلم من عروش قلبه، يعني لانه الم كما تشوفوا بلادنا فين قاعدة في الناشية، ومعناها شيء مؤلم جدا، ونقعد نشوف في فئات الشعب ونسمع في الناس يوميا، يعني ثم من كل الفئات، كل الفئات الاجتماعية، يعني ثم قلق على مستقبل تونس، ثم خوف على تونس، هذه البلاد الجميلة، هذه البلاد، هذا الشعب الطيب، معناها نشوفوا فين قاعدين نازلين، فهذا شوصل الحديث، يعني شيء مؤسف جدا هذا. يلزم استفاقة ضمير، يلزم استفاقة جماعية، يلزم تضافر جهود الجميع من أجل إنقاذ تونس.